السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم اليوم في هذا البلوغ ان شاء الله. اليوم نهار ديال الخدمه كما العاده، كما عودتكم اليوم ان شاء الله نخدموا كليماتيزور سبليت ولا لايركس باليونيه. المهم ان شاء الله اليوم نخدموا هذا الكليماتيزور، نحيدوه ونديزانستاليوه، نديزانستالي جوج ديال الكليماتيزور ان شاء الله. وبغيت نشارك معكم هاد الخدمه ديال اليوم كما العاده. منها كاين بعض الدراري يعني يقدروا يستافدوا من هاد الحوايج، يعني حيت هي ماشي شي حاجه اللي صعيبه، هنا خصها على الخاطر وتتبع المراحل داكشي دقه وما تزربش في اي خدمه. هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله. واخوتي ندوزو دابا تشوفوا معايا الفيديو كيفاش يدوز. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، شكرا لكم كاملين، تحيه لكم من وهذه هي الكليماتيزور اللي قلت لكم غنتبدل اليوم ان شاء الله. وندوزو نوريكم حتى الثانية فين كاينة، وهذه هي الثانية هي هادي، نفس لامارك نفس العبار نفس كلشي. أول حاجة هي تنشوفو الماطر ديال الكليماتيزور فين جا، هما هادو الماطر ديال الكليماتيزور.
من بعد ما جمعنا الغاز كما شفتوا معنا على برا الطريقه تنعاودوا نخدموا ليماتيزور باش نحيدوا ليها الضوء. غنمشيو للطابلو ديالنا